في أمور النصيحة بين البشر ممكن نقف ونتكلم كلام كتير مهم. أولا، النصيحة دي من مين؟ من أم ولا أب ولا أخ ولا صديق ولا قريب ولا غريب؟ ثانيا، النصيحة دي في أمور عائلية ولا أمور خاصة ولا أمور دنيوية؟ ثالثا، اللي بينصح ده هل هو أهل للنصيحة وحد عنده مخزون من الخبرات المحترمة اللي تأهله إنه ينصح نصيحة صح وإحنا يعني المفروض نسمع له باهتمام، ولا ممكن يبقى حد ما عندوش أي خبرة أو علم ولا هو قريب ولا نعرفه بس هو قرر إنه هو ينصح أي حد يعني من البشرية من منظوره هو؟ فهنا بقى بتسمع كلام تاني كرد فعل للنصيحة دي واللي بتبقى دايما غير مرغوب فيها، فيقولك لا، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. وساعات تسمع ناس تقولك لا، ما تخليك في حالك يا عم، خليكوا في حالكوا، ما تحاسبوا نفسكوا قبل ما تحاسبوا غيركوا. وهنا بقى ممكن يحصل شوية لغط، فاحنا محتاجين نفهم فكرة النصيحة اللي الناس بتقولها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مين اللي له الحق إنه يؤمر أو ينهي؟ إيه هي مؤهلاته؟ إيه درجة قربه من الشخص اللي هينصحه؟ هو عايز من النصيحة دي إيه؟ وبرضه مش فكرة هو يعني بيقول النصيحة دي بطريقة كويسة ولا وحشة، إنما فكرة هو إيه علاقته بالموضوع وإيه علاقته بالشخص أساساً. مين اللي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ده موضوعنا مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ فندم صلى على الحبيب، قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم، توكل على الله. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، وصلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. النصيحة أو بين قوسين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي كرامة من كرامات هذه الأمة الإسلامية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال في حق غير المسلمين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. كانوا في, 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 في محيط الآيات: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: جمع الدين في كلمة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. جميل. والحديث الرئيس أو الرئيسي معنا النهاردة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: من جاهدهم بيده فهو مجاهد، ومن جاهدهم بلسانه فهو مجاهد، ومن جاهدهم بقلبه فهو مجاهد، والذي نفس محمد بيده ليس هناك بعد ذلك حبة خردل من الإيمان. نفسر بقى ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مهم بقى. مهم. الضوابط دي أهم يعني عشان الناس تفهم، لأنه الأحاديث الشريفة الأخيرة دي البعض بياخدها ذريعة. أي نعم. إنه بإيده بقى يكسر ويضرب ويمنع كده. فاحنا محتاجين الضوابط بقى، ربنا يبارك. ضوابط، عندنا ضوابط في من يأمر وينهى، وضوابط في من يؤمر وينهى، وضوابط في كيفية الأمر والنهي. كده الكلام واضح. الذي يأمر وينهى يا أستاذ دعاء، وده كلام مهم جدا جدا، أن يكون فقيها عالما متمرسا عنده صبر ورفق وحلم، وأن يكون قدوة فيما يأمر به وينهى عنه. يكون قدوة، يعني ما يقولش لابنه ما تشربش سجاير وهو بيشرب سجاير. ما يقولش لفلان صلي وهو لا يصلي. وذلك الرجل بيقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. يبقى الإنسان يبدأ بنفسه في الأمر، يعني يأمر نفسه بالمعروف
وينهى نفسه عن المنكر، فإذا حقق ذلك أمر الآخرين.